بداية السنة الصينية للعام الميلادي 2017 التي تصادف 24 من يناير، قد شمل برنامج التظاهرة الثقافية تقديم عدة فقرة موسيقية واستعراضية من جمهورية الصين ومن بلادنا. في مدينة واليبو أقيمت تظاهرة ثقافية وفنية احتفاء بعيد الربيع الذي يصادف بداية السنة الصينية للعام الميلادي 2017 وسط حضور رسمي معتبر. هذا الحفل ينظم من طرف مجموعة تولوكا الصينية لأول مرة موريتانيا تحت شعار أنواليبو قلب إفريقيا. فقرات هذه الأمسية جاءت متنوعة وحاملة العديد من الدلالات التي تعكس بجلاء ثراء التجربة الصينية وجوانبها المختلفة الممتدة في أعماق التاريخ البشري. فرق صينية بألوان ملابسها الزاهية قدمت عروضا في مجالات الموسيقى والاستعراض والألعاب والفنون القتالية وغيرها تفاعل معها الجمهور الحاضر. تقنيات عالية ومؤثرات تم استخدامها خلال هذا الحفل الذي كان يبث عبر شبكة الإنترنت. التراث الموسيقي الموريتاني كان أيضا حاضرا من خلال الرقصات الشعبية والأغاني والأوجه الثقافية التي تجسد ثراء وتنوع الموروث الثقافي الوطني وقدرته على الحضور في التظاهرات الفنية. نشاط يسعى القائمون عليه إلى دعم التعاون بين بلادنا وجمهورية الصين وتعزيز الصلات الثقافية بين الشعبين، أمر أكدت سلطة بلدية واليبو على أهميته في هذه الفترة. هذا المهرجان يدخل في نطاق التعاون الصيني الموريتاني اللي هو نحتسبوه تعاون تاريخي من زمن الاستقلال للسنوات، قطعا لمستوى بلدية واليبو هو التعاون مع هاي المجموعة اللي قالت تولاوش الصينية، وعندنا معها تعاون، وهذا التعاون يدخل تعاون ثقافي وهو قضية عنهم. عندنا هون مدرسة تعلم اللغة الصينية ومدرسة معلوماتية. وخلال هذا الحفل تم تسليم شهادة تكريم لوالي ولاية داخلة واليبو السيد محمد فالول أحمد يورا تثمينا لجهوده في مجال تعزيز التعاون بين الصين وموريتانيا على مستوى العاصمة الاقتصادية واليبو. الفعاليات المخلدة لبداية السنة الصينية على مستوى مدينة واليبو اختتمت بحملة للشموع من قبل المشاركين في التظاهرة تعبر عن الأمل في غد مشرق.